FM. الكلمة ليك. أكتو فيسبوك. أكتو فيسبوك هالفقرة ماستا ولا تموت الضمار بصلة، ولكن كل الوقائع صايرة بالرسمي والتنبير فيسبوكي بحت. نحن لا نتحمل مسؤولية ما يكتب على الموقع، وإنما نخرجوه عن سياقه بكل براءة وشفافية شفافية. اليوم 1 نوفمبر 2016، واليوم يحتفلوا أشقائنا الجزائريين باليوم الوطني، وأكيد يعني عيد الجزائر هو عيد التونس باعتبار تاريخ الجيرة والأخوة ومقاومتنا مع بعضنا الاحتلال، ولليوم ليد في ليد نقاوموا دواعش والجرذان. إني اخترتك يا وطني حبا وطلاعيا، إني اخترتك يا وطني سرا وعلانيا، إني اخترتك يا وطني حبا وطلاعيا، إني اخترتك يا وطني سرا وعلانيا. كلام حلو، أما احنا في تونس اليوم نحتفلوا باليوم الوطني للرقص على الطار تربو فلس، ونلقاو موجة كبيرة من السخرية على فيسبوك بسبب ومضة شهرية البرنامج التلفزي في خميس قصيلة يشطح ويدور في الحزام. كي تجي تشوف هو واضح، يعني هذا يتجلي واضح كما قلنا لهيبة الدولة. سيبني خل نشطح، سيبني خل نفرح، والله ما على بالي نحيكم من بالي، سيبني خل نشطح، سيبني خل نفرح. ويبدو لي عنده حقنا الأزهر العكرمي وقت اللي قال نداء تونس سكتوا عين، وانا مصر للحزب الحاكم ذايا لازم انكرك بولو. يا ربي سيدي وش عملت انا لوليدي، ربيتو بيدي هزتو بنترو ليا ترارا، لقيتك واسترقيتك لقيتك حابس حابس بركة سيدي اليابس، عنا 30 كعبة حابس حابس برشا اي بر 13 حابس 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 تمت كركيب اللي علينا دنيناه والبقية على ربي سبحانه، وقت اللي نوث اغل فيه بالفلاية ودني ليه مرقة بالحم الفقرون، لا مش الفقرون الثار طوي ثور كيف الثار. هو راهو شعبنا بيدو يشطح على تربو فلس او بعض منه باش ما نقولوش اغلبيه، وخاصه موظفي الادارات العموميه. داولوا ناس على فيسبوك خبر قالك وزير الوظيفه العموميه اي ذاك متاع شعبنا سلفنا، هبط اليوم في زياره فشقيه البلديه باجا، قال يلا نمشي نتسلف منهم شويه فلوس. يا اخي لقى كان زوز موظفين يخدموا والبقيه الكل غايبين. يا سيدي الوزير بالك شي مشيت لهم في وقت الفطور ولا وقت الصلاه، ولا تلقاه الريزو طايح وقتها ما ينجموش يقضيوا لك قضيتك. مش مشكله او رجع غدوة كيما المواطنين والشعب الكل، غدوة رجع طو يقضيوا لك قضيتك. وديتوا الشعب فين يا حازم؟ 75 مليون ما لقيش منهم ولا واحد. موجة من السخرية زادة شهدها الفيسبوك على هيك جماعة اللي احتفلوا بالهالوين البارح، واللي اكتب يا بنات تونس من غير ما تتنكروا في الهالوين انتم بتبيعاتكم تخوفوا في سير الايام، واللي ما بتستطيع يقول فيه يتكيف البين ويحتفل بالهالوين. ومراجة البارح على كل فيلم المحنون اللي طلع ما يخوفش. ضياع كمان 10 سنين طبعا علم. طبعا ده عالم صايع يا المنصف المرزوقي زاد يشتح على تربو فلس وظهر فيه مرض بالزهايمر أو تمارة ذا وقت اللي استضافوه في الإذاعة الوطنية وسألوه على السيد يوسف الشاهد، يعني طلع ما يعرفوش أو بونتو يعني بيناتهم. يوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية. شكون هذا يوسف الشاهد؟ رئيس حكومة الحال. ما نعرفوش. أي شكون أخذ؟ ليش ما تعرفوش يوسف الشاهد؟ لا بي راجل محترم كده طول بعرض. راجل محترم طول بعرض. كان لابس ايه؟ كان لابس فندم. كان لابس شرابة بي. بس طول بعرض و يعني لو شفت حاجة تانية حنكرها ليه؟ لا مؤاخذة. وقبل ما نختموا نمروا لتوزيع الميداليات، وقررت لجنة التحكيم تسند اليوم ميدالية ذهبية في الإبداع والاختراع مناصفة بين الشاب التونسي أحمد سليمان اللي تحصل على المرتبة الرابعة في البطولة العالمية للمخترعين، والتلميذ في معهد بير الأحمر اللي صنع طيارة بدون طيار، وإن شاء الله ما يحطوش في الحبس بتهمة الإفراط في التفكير. هذا محيط الواحد ينمي فيه مواهب الديمقراطية. ختاما قررت لجنة تحكيم يكون استاتيو المأثور لليوم في قالب نصيحة لليوم. عزيزي الأب، إذا فقدت أبنائك في المنزل طفي الويفي واستناهم قدام المودام. ملاحظة، احتمال يجي جاركم. ماستا 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 ياسر
ماستا ياسر من الاول بديتها فعلا هي كانت ماستا. كان هذا كل شيء في اكتو فيسبوك ومش كل شيء على فيسبوك. فقره من اعداد اشرف العطروس والتقديم لرامي مكلين. لو كان فاتكم حاجه من بعد شويه تلقاوها فيديو على الباج فيسبوك باج راديو كابا فام. ومشاهده طيبه للجميع. اكتو فيسبوك. كابا فام الكلمه ليك.